بشكل سريع ابو سعود. طبعا هنا يحزننا كرياضيين ان خروج الفريق الهلال من هذه البطوله كونه هو حامل اللقب الاخير، وبالتالي احنا دائما نعشق الكره السعوديه خصوصا في ثلاث فرق مشاركه في البطوله، وهما كان لهم النصيب الاكبر النصر الاهلي الهلال، وبالتالي يخرج بهذه الصوره. انا اعتقد كل هالامور هذا يتحملها فريق الهلال في المبالغه بالاحتفال باللقب، لان احنا نمر في ظرف صعب جدا ما مر علينا يعني على العالم كله، اللي هي جائحه كورونا هي اللي يمكن اللي يقول لكم التباعد التباعد التباعد. فانا اعتقد المبالغه في الاحتفال في اللقب ادت الى اصابات الاتحاد الاسيوي. احنا دائما نحترم اللوائح والنظم بغض النظر من يكون، حتى سواء كانت علينا او على غيرنا. هو اعطاك مجال قال لك 35 لاعب البطوله، انت سجلت 30 وذهبت الى البطوله 27، يعني عندك 8 لاعبين كان هذول لو كانوا متواجدين معاك راح يفرقوا معاك، مع ان المباراه الاخيره اللي يمكن اللي قادها الفريق الهلال كان انا قريت ان الشلهوب وكذا لاعب راح يسافرون يروحون الى دوله قطر انه يكملون الفريق ويشاركون، ما راحوا. فهم يتحملون هذا الذنب لان انت عندك مجال والاتحاد تساهل معاك تساهمون صح، لان انت تمر في ظرف وفي ظرف استثنائي ومر على العالم كله وقاعد نشوف حتى الفرق في اوروبا في كل مكان. نعم. بالتالي انت التزم بالقوانين والتزم باللوائح، كان بامكانك يعني دوله قطر والسعوديه ما هي بعيده، يمكن نص ساعه طيران انت تقدر اللاعب يروح ويرد. نعم. يعني انا اذكر في حتى في بطوله العالم العسكريه ويدري ابو فهد اللي اقيمت في قطر، جاسم كان يلعب المباراه يرد يقدم امتحان يرد ثاني يوم على طول، فالمسافه نعم. قريبه ما فيها راق حتى على اللاعب، يعني صحيح. كان عنده الحلول. طيب بس ماني عارف ليش الظرف اللي يمكن هم ما استدعوا اللاعبين اللي الثمانيه كان يحق لهم. طيب.